فالاهتمام بالمعرفة، الاهتمام بالعقل وعلمه وأحكامه والأدلة، يعني من صارت عنده ثقافة، ثقافة المعرفة، وسائل المعرفة، مصادر المعرفة التي يجب على المسلمين أن ينشروها في العالم، حتى إذا نظروا في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يكون عندهم الأهلية في الوصول إلى الحق، كما النبي صلى الله عليه وسلم في مكة حث الناس واستفزهم وبين لهم مسائل كثيرة جدا حول هذه المعارف، حول الدليل، حول العقل، النظر، الأحكام العقلية. فتؤهل الإنسان إذا نظر في النبي صلى الله عليه وسلم، أي في سيرته وفي ما جاء به، يذعن ويقطع بأن هذا مبعوث من عند الله سبحانه وتعالى، وأنه صادق في كل ما بلغه عن ربه.